في جزئية حضرتك أثرتها، عايز أرجع بالكلام للدكتور صلاح لما حضرتك قلت المفروض أن يحدث عكس ما يفعلون عند قراءة القرآن على الممسوس أو أيوة الملبوس. أو دكتور محمد قال الله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المفترض أن لما نقرأ على الإنسان اللي هو تعبان أو زي ما بيقولوا أن الجن لابسه أو مسه أو ما إلى ذلك، المفروض يحصل العكس. صحيح. وإحنا لما بنقرأ بنشوف واحد في حالة هياج تام، ده هو بيشتكي لك يقول لك انا بتعب من سماع القران عكس نص القران. انا عايز الدكتور صلاح بقى يوضح لي الجزئيه العلميه في الموضوع ده او الجزئيه النفسيه، لان اخونا الشيخ ابراهيم الله يكرمه اقر واعترف وانا بقولها اهو ان 99.9 او 9 دايره على حد قول الشيخ وهم. ليه بيحصل؟ ليه لما نقول له اعوذ بالله مصرخ؟ ما احنا قلنا يعني انا كان عندي مرضى في لما كنت شغال في مسألة العلاج النفسي كطلبة وبشرح لهم، كان في علاج بالوهم، انا بعالج بالوهم. ممكن تكلم برضو لكن احنا نفسيا في المسألة اللي هي المغناطيسية، لان حضرتك كلمتني فيها في مسألة التنويم المغناطيسي او السيطرة. لا، التنويم المغناطيسي ده علم استخدمه احد العلماء اسمه سيجموند فرويد، وانا ضده. ده ناحية علمية نفسية، انا ناقد المسألة دي بشكل او باخر، لان التنويم المغناطيسي ده مجال علمي وبنقدر نحكم الطلبة نقول لهم ده صح او خطأ. لكن الاصل عندي في قضية القضية اللي احنا فيها، القرآن لماذا انزله الله عز وجل؟ ليه؟ هذا سؤال. صح. هو نزل في، خلي بالك بقى ان شاء الله ما نتكلم، وده اللي احنا لازم نشتغل فيه جامد، لسه قايله طول محمد قبل الهوى، لازم نشتغل شويه في قضيه هو القران ليه نزل؟ ليه؟ خلي بالك، نزل في ليله القدر، جميل، ونزل على جبل، ونزل في غار، ونزل في ليله مظلمه. مش ده الحدث؟ عايز تقول يا دكتور صلاح يعني بمعنى اصح انه جاء ليخرجنا من الظلمات الى النور. حتى نزوله كان في غار، والغار مظلم، على رسول الله في ليلة القدر. اقرأ إلى بقية الآيات. وبالتالي القرآن جاي علشان ينور الدنيا بس. وبالتالي أنت بتستخدمه إزاي؟ المريض اللي بيجي لك، أنا عندي مريض مرة دكتور محمد قال لي إيه، هو متجوز، وبعدين قال لي أنا مربوط. قلت له طيب تجي لي النهاردة وهفك الرابط بتاعك ده. فقمت جايب كوباية مية، قلت له بص المية دي فيها مقاسات، يعني عندك سنتي واثنين وثلاثة واربعة، بص هتروح المية تجيبها للسنتي الاثنين سنتي، اثنين سنتي وربع ابدا، وتاخد الحباية دي انت تدوبها، بس هتدوبها 7 مرات، اوعى تدوبها 7.5. انت حضرتك قصدت انك تعمل فيه الحالة دي، انت ما هو بتوهمه. ايوه، لانك انت بتدي له كلام. صح كده، عندنا علاج بالكلام اصلا، التداعي الحر، يعني هو ده منهج كامل في العلاج النفسي، انه يسيبه يتكلم. التداعي الحر اللي هو بعد التنويم المغناطيسي. ده التنويم ده احنا لغيناه وبدانا نشتغل في التداعي الحر، ان اسيب المريض يتكلم اشوف ايه اللي جواه. فالمهم اديت له حبايه كده، وبعدين دوبها وشرب، وما شاء الله جالي تاني يوم قال لي ده الحبايه ما شاء الله كانت كده. عارف الحبايه ايه؟ ريفو. دكتور محمد، انا كان في دكتور رحمه الله عليه، دكتور عادل صادق، طبيب نفسي. ده حبيبي رحمه الله، الله يرحمه. كان عنده مريض. عادل صادق. المريض ده انا بتكلم ده طب نفسي على صادق. لا لا لا، عادل صادق. المريض ده ما كانش بينام خالص، فراح للدكتور عادل قال له انا ما بنامش خالص. فالدكتور من لبخته اداله الحبايه مش منومه بقى، ده تصحي جمل 24 ساعه ما ينامش. اداله عكس ايه؟ خطا يعني. خطا بس قال ينام. راح له تاني يوم قال له ده انا نمت 12 13 ساعه لم انامها طول عمري. لا اله الا الله. ليه؟ هو بالكلام قدر يسيطر على الجهاز العصبي ان ده منوم. خلاص خلصت القصه، وهو واثق ان الدكتور عادل شاطر وكذا وكذا. فبالتالي هو لما اخد الحبايه اللي هي موقظه دي قوي نام. ناخد اتصال كده معانا. مين؟ طيب معلش انقطع الاتصال، نكمل مع الدكتور صلاح. دي النقطة دي مهمة، بس خلي الدكتور صلاح يكملها. اتفضل. وبالتالي في انك بتتعامل مع الحالات النفسية بالشكل ده، تعالى الراحة، اتكلم، قول اللي انت عايزه. لانه انا في الدكتوراه كان عندي حاجة غريبة جدا في الدكتوراه، المرضى بتوعي مرضى سرطان. وانت عارف مرضى الاورام التعامل معهم بصعوبة بالغة، لا تقول لي جن ولا عفريت ولا شياطين، بتعامل مع نفسية. والله يا طول محمد. طبعا طبعا، الله يكون في عونهم. دخلت مرة لمريضة فبقول لها يا حاجة نفسي اخد منك كلمتين قبل ما ابدأ معاها. بتقول لي انت عندك كم سنة؟ أيما كان عندي حوالي 35 سنة. قلت لها أنا عندي 35 سنة. قالت لي أنا عندي 24 سنة. ياه. Yeah.
الكلمة اللي أنا قلتها اتعلمت أنه ما ينفعش أقول لها يا حجة، لأنه كلمة حجة بالنسبة لها أنها كبيرة في السن، فدت لها مستوى نفسي سيء جدا. يا ونفس وما سواها. فبالتالي هي خلاص قلت لا، قلت لها انا اسف، انا اسف يا اختي. بدات استخدم لفظ ايه؟ اخت، يتناسب مع حالتها النفسيه اللي هي عايزه تسمعه. ولا اسمعه، اصل هي واحده محطمه مدمره. وبالتالي الكلمه عندنا قاعده في علم النفس حتى بنعلمها للطلبه، في المعرفه الشفاء. الدكتور محمد بتعبه الاخير ده لما عرفنا السبب ايه الحمد لله ريحنا. ليه؟ ما عرفنا يا دكتور محمد. بالظبط. وبالتالي اقدر اشخص بناء على هذا الاساس. عندي سؤال واحد فقط لكل معالجين بالقران، سؤال واحد ويجاوبون عليه. قريت كتاب وانا هقول الاسم وانا اسف يعني. قول. لا، ما كان المفروض تقوله من الحلقه اللي فاتت على فكره. الشيخ وحيد عبد السلام بالي له كتاب اسمه الصارم البطار في التصدي للصحراء والأشرار. عامل ايه في الكتاب؟ وارجو لو حد سامع يا ريت يبلغه هذا الكلام. والله يا دكتور محمد لما جه يحلل مساله الربط، هو الساحر بيعمل ازاي الربط للمتزوج؟ فقال ايه؟ قال انه بيحضر شيطان، والشيطان ده بيخترق الجسم وبيروح يقف في الجهاز العصبي، بيسيطر على مراكز المخ. بدليل ايه الكلام؟ وبدليل ان هو خلي بالك بقى، بدليل قال كان عندي حاله من الحالات، فلقيت المخ بقول له انت فين؟ قال لي انا جنب العصب البصري. قال له طب ممكن توقف ايدها اليمين؟ فايدها اليمين وقفت. قال له طب ممكن تحركها؟ حركها. هو ده الدليل؟ ده دليله. انا اقسم بالله يا استاذ محمد، جهل الناس. اقسم بالله عشان ابين، انا كان بعالج الطلبه عندي بديله محاضره العلاج بالوهم، لان انا بستخدم ساعات علاج بالوهم اسمه البلاسيبو. لا ده غير ده خالص. فقمت جايب طالبه، الطلبة ده انا عارفها ان هي شديدة الايحاء. يعني ايه؟ يعني متقمصة صلاح هارون. عارف يعني ايه الطالبة؟ احنا في الجامعة فالطلبة بيحبوك جدا. ففي طالبة متقمصة بتتكلم بكلامي، الالفاظ اللي بقولها تقول، فانا عارف ان دي اكتر واحدة هتتأثر. فقلت لها الوقت يا اولاد انا هعلمكم ازاي تنم مغناطيسي، وانا عمر ما اعرف اعمله مع الدكتور محمد. ما اقدرش، ان عارف ان هو قمة التركيز عمره ما هينام معايا، لكن ده نايمها. ليه؟ شفت هو ليه؟ فاهم. ايوه، لان انا في يا اخي يعني انت محتاج واحد سيطر عليه سيطره كامله. بس فقلت لها طيب اطلعي فوق، قامت طالعه فوق كده. طب خليكي يمين يمين، طب شمال شمال، طب اطلعي انزلي. حاجه عجيبه جدا قدام الطلبه، قدام الطلبه. فالاخر قلت لها خلي بالك بقى، لا تسلمي عقلك وذهنك لاي مخلوق، انا طلعتك عشان افهمك المساله كلها وهم مجرد سيطره. ولذلك انا بعمل بحث، هم مش هيوافقوا عليه. المعالجين بالقرآن أنا عايز أطبق عليهم الاضطرابات النفسية عشان أقول لهم المعالج والمعالج مرضى. أخ. والله أنت عايز تقول كده؟ طبعا. والله أقسم بالله المعالج والمعالج مرضى. دكتور صلاح مؤدب. لا ما أنا عارف. والله مؤدب. طب أنا عايز أرجع بقى لحضرتك يا دكتور محمد، والكلام ده أنا بقوله لأخويا الدكتور لا صلاح. بس أنا في نقطة قبل ما ترجع لي في الحتة دي، أكمل على الدكتور صلاح. اتفضل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ملهاش علاقة أصلا في العلاج. برضه اطمئنان عقيدة. القرآن ملوش علاقة بحكاية العلاج دي يا جماعة، ده احنا قلناها على سبيل مجاراتهم. لو انك انت يعني انت عايز تنصب جدلاً تعالى علمك انا تنصب صح. انت تقول للواد ايه؟ اتشنج ولما اقرأ عليه القرآن تهدى. مع ان الآية في بابها ألا بذكر الله تطمئن القلوب عقيدة ملة دينا شرعا. يعني ايه؟ يعني القلب ده بدأ يشغل بغير الله، فلما يقرا القران ويفهمه هتصلح عقيدته او تتظبط ملته او شرعه يتحسن.